مجموعه من السيلز، وكل كلاستر بيبقى فيه مجموعه من السيلز بيستخدموا نفس الايه؟ الترافيك. المجموعه دي او العدد ده بنربطها بالرمز ان. انا عندي ان اللي احنا بنسميه ريوز باتر. نتيجه للريوز باتر ده او نتيجه لمجموعه من السيلز بيستخدموا نفس التلاطف، فبيحصل ما يسمى بالانترفيرنس. عشان كده بنجيب حاجه اسمها السي على مين؟ على الار. والسي على الار دي بتبقى ريليتد للان. وهنلاحظ في القانون ان كل الان ما زادت كل ما السي على الاي ايه؟ على الار. الحاجه الثانيه اللي احنا بنحتاج نحسبها ان احنا بعد ما بنعرف عدد السيلز وعندي التوتال نمبر اوف شانلز بقدر اجيب النمبر اوف شانل لكل سيل. يعني كل سيل بتقول فيها كام من الايه؟ الشانلز. من الجداول بتاع الترافيك نروح نجيب الترافيك بتاع كل ايه؟ سيل. المعلومه الترافيك بتاع كل سيل والنمبر يوزر نقدر نجيب الايه؟ الكباسيتي اللي عندي اللي احنا بنسميها النمبر اوف كول بير ايه؟ بير اور او بير اوبزرفنج ايه؟ طيب. يبقى ده كده مطلوب عندنا في الايه؟ في المسائل. يبقى اول حاجه مطلوب ان نجيب علاقه بين السي على الاي ومين؟ والان. احنا بنسميها كارير انترفيرنس ريشيو. خلاص؟ ده بنجيبها ازاي؟ حسب الانتنة سيستم اللي احنا بنستخدمه. القانون بتاعي وبالتالي هيطلع بقى القانون ان السي على الاول
الكلام ده وانا عندي 6 هكتار. نقدر نطلع منه قانون، نقدر نطلع ان الـ A اللي واقف في الحالة دي هتساوي ك في 6 C على R أس 2 على مين؟ على A. يبقى إذا لو أنا عندي الـ A معاه في القانون ده هجيب C على R، لو أنا عندي C على R هجيب R في القانون ده هجيب منها مين؟ A. يبقى أنا كده عرفت إن أنا أحسب إزاي الـ C على مين؟ على A. الكلام ده هو أم A دايركشن. طب لو بقى لو 6 و A يبقى لها قانون، القانون ده برضه جنرال أعتقد يعني خدته في المحاضرة، ما كانش في المحاضرة لو بتكتبوا كتاب ولا حاجة. القانون ده جنرال لأي عدد إيه؟ انترفيس. بنقول إن C على R إن جنرال بقى C على R بدي بي بتساوي 40 لوك كاس 3 ال ناقص 10 لوك ال ايه؟ ال ده قانون جنرال. هي المفروض كان عمره 40، لو انا عايز اكتبها جنرال اقول ان هي عباره عن كام؟ 10 جنرال وحسب قيمه مين؟ ده القانون الجنرال. بس لما بيطلع النتيجه دي بيطلع بالايه؟ بالدي بي. يعني اللي يطلع هنا بيطلع بالدي بي. ايه بقى الحاجات اللي انا كاتبها دي؟ ال ايه؟ ده ريوز باتر حسب ما يدوني في المسألة 4 7 زي ما يديني. الـ M ده الـ number of interference، وبالتالي لو قال في المسألة قلنا دايركشن يبقى الـ M 6. لو قال في المسألة 120 بيم أنتنا أو ريسكتور الـ M بكام؟ بـ 2. لو قال 60 درجة بيم ودس يبقى الـ M بكام؟ بـ 1. ومن هنا أقدر أجيب الساعة على الأرض لأي كيس من الـ إيه؟ من الـ. خدت كله في مرة؟ الدي ده بقى اللي احنا بنسميه كو شمال ديستنس، اللي هي المسافه بين السيلز اللي في النص والسيل اللي هيعمل معاها انترفيرنس. يعني لو رسمت بقى كلاستر كبير، يعني لو انا رسمت كلاستر كبير كده هتلاقي في كل كورنر من هنا سيل. المسافه بين السيل دي لحد السيل الاساسيه المسافه اللي بنسميها مين؟ اللي هي بنسميها كو شمال ايه؟ بعدين كده الجزء الاول اللي هي موجوده في المسائل ازاي نحسب السي على الارض بعمليه ال ان، او ازاي نحسب ال ان بعمليه السي على مين؟ على الجزئيه الثانيه ان احنا بنحسب بيها الترافيك. علشان نحسب الترافيك لازم نجيب النمبر اوف شانل ديبند لكل ايه؟ لكل سي. ازاي نجيب في المساله النمبر اوف شانل لكل ايه سي؟ ده حسب بقى المساله. لو هو الامس او الفيرست جنريشن هيقول لك النمبر اوف شانل مثلا 395، يبقى قصده بيها اللي هي التوتال نمبر اوف شانل. علشان اجيب التوتال نمبر اوف شانل من زد كل اللي انا هقول ايه؟ اقول هو التوتال نمبر اوف شانل، بس مش اي شانل بقى، الفوي شانل. خلاص؟ على ال ان. يبقى في الاصل ان نمبر اوف شانل بيرسنت هي عباره عن ايه؟ التوتال نمبر وفول الشلل على مين؟ على ايه؟ انت ليه قلت فول الشلل؟ لان احنا عندنا الشلل في نوعين، لا اما فول الشلل اللي احنا بنسميها ترافيك شلل، لا اما الايه؟ الكنترول ايه شلل. لما بقسم الشلل على السلك ما باخدش في الاعتبار الكنترول شلل. وبالتالي هو في المساله قال ان في عدد معين من الشلل وفي كنترول شلل، بطرح الكنترول شلل من الايه؟ من التوتال ايه؟ طيب ازاي بقى نجيب النمبر اوف وي شانل؟ هنجيبها ازاي؟ علشان نجيب النمبر اوف وي شانل بقول هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الباندويتس اللي هو التوتال باندويتس على الايه؟ الشانل ايه؟ باندويتس. واضرب في كام؟ في دي. يبقى عشان نجيب التوتال فوق الشانل بقول هي التوتال باندويتس اللي هو بتاع السيستم اللي هيجيبه لي على الشانل باندويتس. طب ليه على اثنين؟ لان احنا في الموبايل شغالين حاجتين اب لينك وداون لينك، وبالتالي عدد الشانلز ده لازم نتقسم على كام؟ على ايه؟ وحسب ما يقول لي بقى في المساله، لو قال لي ان التوتال باندويتس مثلا 25 وسكت على كده يبقى ساعتها 25 على الشانل باندويتس على كام؟ اثنين. ممكن يقول لي ان الشانل باندويتس او التوت او الباندويتس 20 ميجا هرتز 4 اب لينك اند ايه؟ او 4 اتش اب لينك اند داون لينك، يعني 20 للاب و20 لمين؟ للداون. ساعتها هقسمه
كل شركة لها مثلا مجموعة من السيلز، هات الترافيك بتاع كل شركة وهات عدد السبسكرايبرز